الحين نبي نتشرف بالأسماء اللي حصلت على جائزة الدولة التقديرية لعام 2020 بناصر، وانت تعلن اعتقد الاخوان راح يحطون يحطونها على الشاشة وانت قاعد تقول الأسماء. من اول اسم تفضل. اتشرف اليوم ان اذكر أسماء لامعة وعطاءات طويلة لمن فاز بجائزة الدولة التقديرية، الذين فعلا لهم مكانتهم وقامة وأعلام من أعلام الكويت في مجال الثقافة والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والفنية. أولا الأستاذ الدكتور عبد المالك التميمي، عبد المالك التميمي الأستاذ في قسم التاريخ وأول كويت يرأس قسم التاريخ بجامعة الكويت، خريج دكتوراه طبعا، خريج في موضوع التاريخ الحديث. الحين قاعد يشوفوا الأسماء أول مرة أبو ناصر، صح؟ نعم. فاللي قاعد يتابعون الحين يعرفون وفايزين ما دروا من قبل. الدكتور عبد المالك التميمي في جائزة الدولة التقديرية حاصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث في منطقة الخليج والجزيرة العربية من جامعة دورهام البريطانية عام 1978، مستشار لمجلة عالم الفكر بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب لحوالي 8 أعوام، رئيس تحرير مجلة العلوم الإنسانية ومجلة التاريخ والآثار الخليجية لعدة سنوات، حاصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الإنتاج الفكري والثقافي عام 1997، له العشرات من الكتب والمؤلفات في مجالات التاريخ وفي مجال قضايا الخليج المعاصرة سياسيا واجتماعيا والتغير والإشكالات الاجتماعية في منطقة الخليج. ممتاز. مفكر متميز وأحد أعلام الكويت في مجال التاريخ. ما شاء الله. الفائز الثاني في جائزة الدولة التقديرية الفنان التشكيلي القدير عبد الرضا باقر، شارك في أكثر المعارض شهرة داخل وخارج الكويت على مستوى الوطن العربي وفي بعض الدول الأوروبية، يعتبر من الرواد المتميزين، حاصل على جوائز عالمية مرموقة في الفن التشكيلي. الفنان القدير الثالث في جائزة الدولة التقديرية هو الفنان المبدع والموسيقار يوسف المهنة. يوسف له حوالي 500 أغنية وله تاريخ طويل ورائد في حركة الغناء والموسيقى في الكويت، وأيضا ألوان الأغنية التي قدمها فيها تشكيل كبير. قدم الأغنية الوطنية والأغنية الرياضية مثل أويا الأزرق وهايدو، قدم أغاني لمسرحيات كويتية معروفة ومشهورة جدا وناجحة، قدم للكبار في المسرح كما قدم أيضا للصغار، وهو له دور كبير في شهرة كثير من الأغاني الكويتية إلى العالم العربي. عندما قدم للفنان الكبير محمد عبده أغنية أبعاد وصلت مداها إلى العالمية، وكذلك أغنية في الجو غيم والقديمة جدا التي سجلت في تلفزيون الكويت ماكو فكة. وأكو أغنية أخاف أقولها الناس يهاجموني مع ريح الهوى مسافر، لأنه ماكو سفر الحين أبو ناصر. أيضا قدم للفنان القدير عبد الكريم عبد القادر أعمال خالدة، فهو فنان كبير يوسف المهنة. الآن اسمح لي أن أعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، وهم شبابنا الأعزاء الذين حققوا بهذا إنجاز كبير لهم، وهم على أعتاب مرحلة مبشرة بخير في مستقبل واعد لهم بعون الله أن يكونوا أفضل وأفضل بعد هذا الإبداع الذي تحقق في جائزة الدولة التشجيعية. في مجال الفنون وهو ينقسم إلى 4 مجالات متخصصة، فاز بجائزة الرسم الفنان وليد سراب. والنعم مو محمد عن لوحته. لا مو محمد، مو صاحبنا. لا مو صاحبنا، وليد سراب ثاني. إيه عن لوحته وليد سراب هذا الأب. اي نعم، وهي لوحة رائعة جدا. بناصر مجال الفنون، مجال الفنون الرسم، الرسم وهي لوحة الأب، تعبر عن دور الأب في الكوارث والمحن والأزمات، وكيف يحتضن ابنه أو بنته ويهرب فيها من جو المخاطر، ولذلك كانت فيها تعبير إنساني عميق
ونجحت ما بين منافسة من 20 لوحة. في لوحة رسمها. نعم، وخذ فيها الجائزة الأولى. ما شاء الله. الفن في مجال فنون التمثيل التلفزيوني. نعم. وفاز فيها الفنان مشاري المجيبل عن مسلسل جنة هلي. نعم. ثم ننتقل للجائزة الثالثة في مجال الجوائز التشجيعية. نعم. وهي في مجال الإخراج المسرحي، وفاز فيها المخرج سامي بلال عن عمله ومسرحية في مسرحية من قال هذا. نعم. ننتقل إلى مجال آخر في الفنون وهو التأليف الموسيقي. نعم. وفاز في جائزة الدولة التشجيعية الدكتور عبد الله عيسى عن عمله في مقطوعته الموسيقية بيرل دايفينج جيرني، رحلة الغوص على اللؤلؤ. الله. عمل رائع جدا. في مجال الآداب أربع جوائز متخصصة. نعم. الأولى في الشعر العربي الفصيح، فاز فيها الشاعر عبد الله الفيلجاوي عن روايته عن ديوانه آذان من القلب. في مجال الأدب أيضا ننتقل إلى الرواية. نعم. وقد فاز في هذه الجائزة الكاتب عبد الله البصيص مع الكاتب عبد الوهاب الحمادي مناصفة مع بعض. الكاتب عبد الله البصيص عن روايته طعم الذئب، وأما عبد الوهاب الحمادي عن رواية ولا غالب، وتنافس معه 14 متنافس ما شاء الله معهم، وفازوا فيها بالمناصفة. في مجال الآداب الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية فاز فيها الباحث الدكتور علي العنزي عن كتابه آثار على رمل ساخن، المنسيون في الرواية الخليجية المعاصرة. في مجال الآداب أيضا وتحديدا تخصص تحقيق في التراث العربي، للأسف لم يرقى أحد إلى الوصول إلى المستوى الذي يحصل فيه على الجائزة، فحجبت هذا العام. أوكي. ولم يتقدم سوى شخصان. نعم. في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. نعم. والدراسات التاريخية والآثار. نعم. فاز الباحث مظفر راشد عن كتاب بيت الكويت في القاهرة، وتنافس. نعم. على هذه الجائزة 6 أشخاص. نعم. في مجال أيضا العلوم الاجتماعية والنفسية والإنسانية في علم النفس فاز الباحث الدكتور محمد الدغيم عن كتابه هرمونات السعادة، وتنافس فيها بعد التصفية الأولى 4 متسابقين أو 4 مرشحين. هو هذا كتاب ولا كلها كتب؟ نبيها هذه مال هرمون السعادة، موجود ابي نسخة طال عمرك، موجود قدامك. باخذها اخوي طلال، تفضل باخذها اخوي كامل، ترى اسمح لي. تفضل تفضل. والحقيقة اخيرا في مجال ايضا العلوم الاجتماعية والإنسانية. نعم. في علم الجغرافيا فاز الباحث جاسم البناي ما شاء الله عن كتابه علم المكان ومقدمة الى نظم المعلومات الجغرافية. هذه الحقيقة الأسماء وحصيلة ما تحقق من شباب فازوا بمستوى رفيع جدا وعالي المستوى في أعمالهم التي قدمت إلى جائزة الدولة التشجيعية، ونالوا بجدارة واستحقاق الحصول على أرفع جائزة في الدولة وهي هذه الجائزة في مجال الثقافة والفنون والآداب.